السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم على موضوع جديد وهو الموديول. يعني ايه كلمة موديول؟ تمام. طب كلمة موديول في التايب سكريبت معناها ان انا بعمل عملية اورجانيزيشن او اورجانيز للكود بتاعي اوفر مالتيبل فايلز. يعني في الاخر لو تفتكر احنا عملنا كلاس اسمها شيب وكلاس اسمها ريكتانجل وعملت الاثنين دول في فايل واحد. طب انا ليه اعمل كده؟ ما انا ممكن اقسم الاثنين دول على اثنين فايل. بعد كده بعد ما اقسمه انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ عمليه ايه؟ اونبورد. زي كانك بالظبط مثلا في الجافا مثلا بتعمل باكج والباكج فيها شويه فايلات وعايز تستخدم كلاس من كلاس فتعمل امبورت للكلاس بتاعك بالشكل ده كده بالطريقه دي كده. تمام؟ طب ده بيخليني ان انا اعمل ان الفايل بتاعي تبقى ريدابل او شورت وكمان مينتينابل. سهل جدا ان لما مكتوب كلاس بالشكل ده كده وسهل لما اكتب كلاس بالشكل ده كل واحد في فايل على عكس ما اكتب اتنين في فايل واحد. طيب والكلام ده عشان اقدر استخدمه لازم اعمل عمليه حاجه اسمها ايه؟ امبورت بالشكل ده كده. تمام؟ طيب انا هنا الاو ان انا اعمل عمليه هنا ايه؟ امبورت بالشكل ده للفانكشناليتي بتاعتي. تمام؟ وزن ذا موديول. خلي بالك ان الموديول كان نوعين. اول ما بدات التايب سكريبت كان عندي حاجه اسمها انترنال موديولز وحاجه اسمها اكسترنال موديولز. تمام؟ دي كانت البدايات بتاعت الموديول. كنت بكتب كلمه موديول بالشكل ده كده. تمام؟ بكتب الاكسبورت بتاعي جوه الفانكشن بالشكل ده. الكلام ده كله اتغير وبقى بشكل جديد خالص، بقى حاجه بالشكل ده كده. تمام؟ طيب ده بالنسبه هنا للاكسبورت انترفيس بالشكل ده كده. طب عشان اعمل له امبورت بقول له هنا كلمه حاجه اسمها ريكواير. تمام؟ كلمه هنا ايه؟ ريكواير، وبقول له هنا كلمه امبورت وادي هنا ايه؟ ريكواير، حاجه بالشكل ده كده. كانك بتعمل عمليه يعني والله امبورت في الجافا مثلا بالشكل ده كده. تمام؟ وارجع ان انا اروح احضر ايه ان انا ايه استخدمها بالشكل ده كده. ده بالنسبه هنا للموديول. طيب نروح على الفيجوال ستوديو ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. جينا هنا بقى للفيجوال ستوديو، احنا محتاجين نعمل موديول ونعمل له اكسبورت ونشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. ده انا راح اكريت هنا فايل جديد اسمه ريكتانجل، نفس المثال اللي فات بس احنا هقول لك الدنيا ماشيه فيه ازاي. طيب انا محتاج بس اخد من الشيب ده، اخد الاوبجكت ده والكلاس ده كده كنترول اكس بالشكل ده كده واروح على ريكتانجل اعمله كده. طيب انا قلت لك انا هعمل هنا ايه؟ هعمل هنا اكسبورت. ادي يا عم اكسبورت، اكسبورت بالشكل ده كده. تمام؟ طيب لو رحت على ريكتانجل هتلاقيه بيقول لك هو عمال قال لك ثلاثة ايرورز بالشكل ده كده. مين ده؟ أنا ما أعرفوش. تمام؟ ممكن تلاقي هنا كويك فيكس قال لك امبورت أهو بالشكل ده كده. تمام؟ الراجل عملها لي بالشكل ده كده، امبورت بالشكل ده كده زي الفل أهو جميل. تمام؟ أو سيب بلاش ده دلوقتي عشان الناس ما تلخبطش، هقول إن هو امبورت شيب. تمام؟ بيساوي require بالشكل ده كده. ادي هنا دوت سلاش جايب لي شيب بالشكل ده كده. اقول له هنا شيب دوت شيب بالشكل ده كده. تمام؟ هل في اي ايرورز؟ لا خلاص الدنيا هنا ايه؟ تمام. نمسح ده كده عشان الناس بس ما تلخبطش منه ونخلينا بالشكل ده كده. بعد كده انا هعمل هنا ايه؟ هروح اعمل كومبايلنج. تايب سكريبت كومبايل لمين؟ ريكتانجل. لاحظ معايا بس اللي هيحصل دلوقتي. تايب سكريبت عمل هنا ايه؟ عمل حاجتين. ايه هما؟ اول حاجه انه عمل جنريت او كومبايل للريكتانجل جي اس و للشيب دوت جي اس. فاذا انا هنا ما احتجتش ان انا اعمل لكل واحد بطريقه منفصله، بالعكس انا عملت تايب سكريبت ريكتانجل هو باي ديفولت من لما لقى في عمليه اللي هو الاكسبورتنج او الامبورتنج او كده عمل له هنا ايه؟ كومبايلنج بالشكل ده كده. طيب ده حاجه لازم تاخد بالك منها. طيب الحاجه الثانيه نيجي نعمل هنا نود واقول له هنا ريكتانجل، طلع جاب لي مين؟ يوسف. بعمل ار اي واعمل تاب على طول عشان هو يبدا يو تو كومبليت لوحده.
نعم ورن. راح طبعا هنا ايه الاريا فعلا اللي احنا قايلين عليه اهي بكام؟ ب 121. يبقى هنا اذا انا قدرت ان انا اعمل موديول، قدرت دلوقتي ان انا كمان امبورت الموديول ده هنا بالشكل ده كده تمام، وقدرت ان انا افصل ادي هنا الشيب وادي هنا ايه الشيب دوت اس اهوت، شوف انا شكل الكلاس عامل ازاي، وادي الريكتانجل دوت اس شكلها عامل ازاي. ده هنا الكود عندي منتبل، الكود شورت، اقدر ان انا اتعامل واقدر ان انا اعمل عمليه الامبورتنج والاكسبورتنج بطريقه سهله ومنظمه. ان شاء الله هنتكلم المره الجايه على الفانكشنز.